صديقي يا أيشة. أبي فلاهون يا أستاذات، ويزرعوا الأرز والزرع في المزارع. وأختي يا نفيسة، ما مهنة أمك؟ أمي تجارة، هي تبيع بضائع نفيسة. وما مهنة أبيك يا نبيلة؟ أبي طبيب، هو يعالج المرضى في المستشفى. وأمي يا أستاذة، هي مدرس في المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية. ما مهنة أبيك يا مريم؟ أبي صحفي، هو يكتب الأخبار في الجرائد. وأمي موظفة في الجامعة. نعم، هم مشغولون بعملهم. فالموظفون مشغولون بعملهم وأعمالهم نافعة، والمدرسون مشغولون بعملهم وأعمالهم نافعة، والأحبار نافعة أيضا، أليس كذلك يا أستاذة؟ نعم، كلامك صحيح، الأحبار نافعة أيضا. بالأحبار نستطيع أن نعرف الحوادث في العالم. فصحابينا أنوارهم. أبي فلاهون يا أستاذة، هو يزرعوا الأرز والزرع في هو يكتب الأخبار في الأخبار